مساء الورد والياسمين، اهلا وسهلا بيكم مع وصفة جديدة من مطبخ نهاية فاروق. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي او اللقيمات زي ما بيسموها في بعض الدول العربية. هي من الاكلات اللذيذة اللي اغلبنا بيحبها، ترجع لأصول يونانية ومشهورة قوي في الدول العربية، بنحبها جدا وبنحب نشتريها. أنا قلت أجيبها لكم النهاردة بأسهل طريقة ومكونات بسيطة جدا جدا. هقول لكم إزاي تعملوها مدورة ومقرمشة، هقول لكم إزاي تعملوا الصوص بتاعها اللي هو السكر أو السيروب من غير ما يسكر معاكم. هقول لكم أسهل طريقة ممكن تطلعوا بيها أجمل وأحلى لقمة أوديو. يلا بينا نعملها مع بعض. معانا طبق كده هنحط فيه كوبايتين من الدقيق، يفضل دقيق متعدد الاستخدامات، لكن لو مش متوفر يعني أي دقيق هينفع في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنحط باكت من الخميرة أو ملعقة كبيرة من الخميرة المجففة، المهم ان هي ملعقة كبيرة مليانة. هنحط ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنضيف ملعقتين كبار من السكر، وكمان هنضيف ملعقتين كبار من النشا وملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد، لكن لو مش متوفرة بودرة الكاسترد عندكم عادي ممكن تضيفوا 3 ملاعق كبار من النشا. هنضيف ملعقتين كبار برضو من اللبن، لو انتوا صايمين يبقى لبن نباتي او لبن جوز الهند، المهم يكون ملعقتين بودر. هنضيف كمان ذرة ملح، وهنضيف ملعقتين كبار من الزيت، اي نوع من انواع الزيت، المهم تكون طعمه وريحته كويسة. وكمان هنضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وعايزة اقول لكم دي حاجة مهمة جدا هتفرق كتير قوي في الطعم معاكم. هنبتدي بقى نقلب المكونات وندمجهم كده ببساطة، وبعدين هنبتدي نضيف مية دافية. هنضيف المية الدافية لان لو احنا بنعمل الطريقة دي في الشتاء بيبقى الجو سائع، فاحنا محتاجين حاجة تسهل علينا عملية التخمر وتخليها يعني تتم بسرعة، فاحنا بنحط مية دافية. بنبتدي بقى نقلب العجين كويس قوي. هو في الاول هيكون طبعا القوام بتاعه تقيل، وهيكون فيه طبعا يعني بعض الدقيق كده في الاخر الطبق، فاحنا بنبتدي نجيب سواء بسباتيولا او بالمضرب اليدوي زي ما انا بعمل كده، هنبتدي نقلب كويس قوي قوي في الدقيق علشان ما يبقاش فيه اي فراغات او اي تكتلات. مهمة جدا جدا المرحلة دي، لازم نعجن كويس بالطريقة اللي انا بعملها دي. بنلم الدقيق من تحت لفوق ومن فوق لتحت، وبنطحنه كده كويس زي ما انتوا شايفين لغاية ما تبقى معانا العجينة ناعمة جدا جدا. انا اخدت مية حوالي كوباية وربع او كوباية ونص، فانا مش هقدر اقول لكم تستخدموا كوباية ونص ولا كوبايتين، لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. المهم اني انا مركزة معاكم في قوام العجينة، لازم يكون بالشكل اللي قدامكم ده بالظبط. انا بركز قوي على قوام العجينة لان ده حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، لازم يكون بالشكل المظبوط اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. كده خلاص العجينة بقت زي الفل معايا، ما فيهاش اي تكتلات ولا اي فراغات ولا اي حاجة. هبتدي اغطيها دلوقتي، اغطيها كويس، انا غطيتها بالغطا ده، وبعدين حطيت عليها كمان فوطة وحطيتها جوه فرن البوتاجاز لانه كان ادفى مكان عندي. دلوقتي هنبتدي نعمل الشربات او السيرب. حطيت كوبايتين مليانين من السكر، وهنحط كوباية ونص من المية، وهنبتدي دلوقتي نرفع الحلة على النار، ومش هنحط اي حاجة في الحلة ولا هندوب بملعقة ولا هنستخدم اي حاجة. انا هسيب الحلة زي ما انتوا شايفين كده على النار، خليكم متابعين معايا كويس. ابتدت تغلي المية خلاص. دلوقتي بعد ما تغلي المية بالظبط هبتدي احط الاسباتيولا. هتلاحظوا ان السكر داب، لو لقيتوا اي، انا ما كانش عندي طبعا اي سكر، كله كان داب، لو كان في اي سكر متبقي ممكن تدوبوه او تقلبوه عادي ما تقلقوش. بعد ما يغلي بقى لازم بعد مرحلة الغليان ابتدي اضيف الليمون، ما ينفعش اضيفه قبل كده علشان ما يمررش معاكم. بعد ما المية تغلي لازم
انا ضفت يعني عصرة ليمونة كده، يعني مش نص ليمونة، لا دي يدوب عصرة بس مش اكتر. هسيبه يغلي شوية على النار، لو انتوا حابين القوام بتاع السيرب يبقى تقيل هتسيبوه يغلي حبة كويسين، لو انتوا حابينه يبقى وسط، انا بصراحة بحبه يكون وسط، فانا سبته حوالي 3 دقايق بالظبط على نار هادية. زي ما انتوا شايفين كده بيغلي، ما حطيتش فيه ملعقة ولا اي حاجة، هو مع نفسه كده بيغلي وهيبتدي يتقل حبة حبة. انا مش بحبه تقيل قوي علشان ما يبقاش مسكر بزيادة ويبقى طعم لقمة القاضي كده باين وحلو وجميل. بصوا بقى، الخميرة او العجين اخد معايا في التخمير ساعتين بالظبط، لان الجو بارد، لو انتوا بتعملوه في الصيف ممكن ياخد معاكم حوالي ساعة ونص. المهم ان احنا هنتابع العجين ونشوفه، اول ما يبتدي كده يتضاعف ويرتفع هتعرفوا خلاص ان هو بقى كده جاهز ان احنا نستخدمه. اهم نقطة في الموضوع عايزة اقول لكم عليها، تعملوا الحركة اللي انا بعملها دي، احنا بنطلع كمية الهواء اللي جوه العجين اللي دخلت فيه. ليه بقى؟ علشان لما احطه دلوقتي وابتدي اشكله على النار ما تبقاش الواحدة كده مفرغة من جوه وفاضية، فلما امسكها تتكسر. انا عايزها تبقى مليانة وحلوة زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. هجيب كيس تلاجة كده وهفتحه وهدهن ايدي بالزيت وهبتدي ادهن الكيس على خفيف علشان ما تلزقش فيه العجينة او عشان ما تغلبنيش تنزل بسهولة. تمام لغاية هنا؟ اظن كل شيء سهل وبسيط جدا جدا. هنبتدي ناخد من العجينة كمية ونحطها جوه الكيس علشان نبتدي دلوقتي نشكل وحدات لقمة القاضية. تمام كده، هنحط كمية ما تكتروش علشان الكيس ما يبقاش تقيل عليكم ويغلبكم. كويسة قوي الكمية دي. بعدين انا ربطت الكيس ربطة خفيفة كده علشان ممكن يتدلدق منكم لو انتم مش واخدين لبالكم. هجيب المقص دلوقتي وهقص دايرة صغنونة خالص خالص، يعني اصغر حاجة تقدروا تقصوها، يعني كل ما صغرت يكون افضل. تمام، انا شلت كمان الشرشوبة اللي كانت طالعة دي عشان ما تنزلش في الزيت. وبعدين دلوقتي في طاسة على النار هحط كمية محترمة قوي من الزيت، لازم الزيت يكون غزير. واول ما تسخن الطاسة، يعني انا مش هستنى لما تتقدح معايا الزيت، لا اول ما يسخن يعني قبل ما يدخل على مرحلة القدحة بالظبط يعني. تمام، هبتدي كده قبل، لازم قبل المقص من قدام علشان ما يشبكش في العجين، وهبتدي اقص زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بعمل لقيمات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. العجينة الناجحة يا جماعة بمجرد ما هقطعها بالمقص هتنزل تتدحرج كده وتتكور وتديني شكل الكورة بالظبط زي ما انتوا شايفين، بتنتفخ معايا وتتحول لكورة مدورة وحلوة. برضو اللي بيساعدني في الموضوع ده اولا موضوع التخمير، ثانيا اني مطلعة الفراغات الهواء اللي جواها، ثالثا ان كمية الزيت غزيرة وحلوة، رابعا بقى ان طبعا الزيت مش مقدوح جامد، يعني الزيت سخن فمخلي العجينة بتنتفخ معايا بسهولة. ببتدي بقى اقلب زي ما انتوا شايفين بالراحة. انا عايزة احصل في المرحلة دي على لون اشقر، مش عايزاه يبقى لونه احمر. هقول لكم ليه، لان الزلابية احنا بنقليها على مرحلتين علشان تبقى معانا مقرمشة وناجحة. تمام، اللون الذهبي ده حلو قوي، خلاص كده احنا هنطلعه، مش عايزين نوصل يا جماعة لمرحلة التحمير. هلمهم بالراحة كده وهنزل الزيت زي ما انتوا شايفين، وهحطهم كده في المكان اللي هجمعهم فيه. هقول لكم دلوقتي، شايفين اللون بقى والانتفاخ الحلو بتاعه الجميل، هطلعهم وهحطهم في صينية كده، لازم يكونوا مفروتين يعني ما يكونوش متكونين فوق بعض علشان ما تكرمش معاكي وتبقى لينة، انا عايزاها تحتفظ بالقرمشة بتاعتها. في المرحلة دي احنا ممكن ناخد حبة حلوين ونخزنهم في الفريزر، تأكدوا ان يعني هيقعدوا معاكم شهور، بس بعد كده هتطلعوهم وتعيدوا تحميرهم تاني، يعني تنزلوهم في زيت ساخن. بس بقى بصوا، يعني المهم ان انتوا لما تخزنوهم يكونوا مفروطين، ما يكونوش فوق بعض متكومين. تمام، هنقفل الكيس كويس، نربطه او نعمله اي حاجة، المهم ان احنا هنطلع الهواء اللي جواه وهنربطه كويس خالص، وهنحطه بقى جوه التلاجة. ممكن تحطوا بقى كيس او اتنين او خمسة براحتكم، يعني ممكن يقعد معاكم فترة طويلة، يعني ممكن يقعد شهور. دي المرحلة التانية بقى من التحمير، انا هرجع الطاسة على النار، وبعد ما هتسخن هبتدي احط لقمة القاضي اللي انا طلعتها دي اللي كانت في الصينية، بس بعد ما تبرد خالص طبعا وتهدى، ما ينفعش وهي سخنة ارجعها تاني في الزيت.
الموضوع ما بياخدش دقايق على فكرة يا جماعة. في المرحلة دي انا بحط كمية كتير عادي في الزيت، المهم بس ما يكونوش فوق بعض، يكون اللقيمات او لقمة القاضي دي يكونوا جنب بعض. هبتدي اديهم التحميرة الحلوة اللي هي لونها احمر بقى المرة دي، لان لو طلعتيه هو لونه اشقر او اصفر ما بيبقاش مقرمش معاكي، بعد شوية هتلاقيه طري معاكي، لكن لما يوصل للون الحلو الاحمر قوي ده بيفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته لغاية اخر واحدة. هبتدي دلوقتي اسقيه بقى يا اما بالسيرب، دي اول حاجة هنسقيه بيها. هقولكوا على كذا حاجة ممكن نشكل بيها لقمة القاضي. اول حاجة ان احنا ممكن نرش عليه السيرب ده، او ممكن نحطه هو في الحلة اللي فيها السيرب ونخرجه ونصفيه بالمصفى ونحطه في الاطباق. لو انتوا محتاجين ان هو يشرب ويبقى مليان من جوه ممكن تسقطوه في الحلة ويفضل فيها حوالي دقيقة، وبعدين تطلعوه بالمصفى وتحطوه، بس تحطوه على مصفى علشان ينزل اللي فيه عشان ما يبقاش لين معاكم. الحاجة التانية اللي ممكن نشكل بيها سكر بودرة، زي ما انتوا شايفين كده بننزل بالمصفى كده شوية شوية. الحاجة التالتة اللي ممكن نشكل بيها بقى الشوكولاتة السايحة، نسيح شوكولاتة ونحطها عليه، او ممكن تحطوا الشوكولاتة اللي هي السبريد اللي هي بتتباع سايحة وجاهزة. على فكرة انا ما كنتش بحب ابدا لقمة القاضي بالشوكولاتة، وكانوا يعني كلهم يشتروها بالشوكولاتة وانا الوحيدة اللي ما بحبهاش بالشوكولاتة، لكن بجد اكتشفت ان انا كنت غلطانة لاني انا اكتر حاجة عجبتني المرة دي اللي هو بالشوكولاتة، كان طعمه حلو قوي. يعني انا بنصحكم جربوها بجد، طعمه بالشوكولاتة يعني مختلف تماما، طعمها لذيذ جدا جدا. بتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم، لايك وشير بقى علشان الفيديو بتاعنا يوصل لاكبر عدد من الاصدقاء والكل يستفيد. انا كنت عايزة اقول لكم حاجة مهمة، ان احنا ممكن يا جماعة نشكل لقمة القاضية ممكن زبدة الفول السوداني، او ممكن عارفين الحليب المكثف، ممكن برضو نعمل نفس الحركة اللي انا عملتها بالشوكولاتة، تحطيه في كيس وتنزلي بيه بالحليب المكثف، او ممكن كمان تحطوا اللي هو الكراميل، عارفين صوص الكراميل هيبقى لذيذ قوي لو انتوا بتحبوا الكراميل. بجد بجد يعني وصفة سهلة ولذيذة وجميلة عجبتنا كلنا، بتمنى من كل قلبي تعجبكم.